والله خلينا رح ضل والله ما شعري. قصرت. شفتوا بتخيل ضيوفنا وصلوا واحنا لسه يلا ولايف جاكيت. يعني شكراً حبيت قديش في عندكم هيك سيفتي. رائعين رائعين. شكرا. ثانك يو. لا والله استمتعنا. معلش رح ضل رابطه شعري. مخرج سمير عادي. ضيوفنا ضيوفنا صاروا في ال مع انه عاملين لكم مقدمات. احنا اسفين على التاخير. رهف انتبهي. حاضر. ضل اقول لك انتبهي اليوم. انتبهي وانتبهي. شو بدنا نعمل؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. الفنان الرائع ناصر سلامة. الفنان الرائع طارق الجندي. صباح الخير. Good morning. كيف حالك؟ صباح الخير ناصر. كيف حالك؟ هاي ناصر. مبروك يعني جائزتكم الرائعة. مبروك. مرحبا يا أستاذ. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شرفي رهف. طب اسمعوا، إحنا كنا عاملين لكم مقدمات. معلش نعيد زي كنا على بعدين. كاتبين ومغربين حالنا. مغربين حالنا المقدمات ومش مقدمات. يلا تفضل أستاذ فؤاد. عبين ما أدور عليها رهف. أنا بقول تفضلي. أنا أحكي عن يعني موسيقي وعازف إيقاع شهادتي أنا شخصياً مجروحة فيه. أيوة. هو من أهم عازفي الإيقاع في العالم العربي، بيتميز بتنوع معرفته الموسيقية وأدائه الموسيقي، مش بس بيتقن الألحان أو الأنغام الشرقية ولكنه أيضاً يبدع بالإيقاعات اللاتينية والفلامينكو. هو الرائع دائماً ناصر سلامة. Good morning. Good morning. أهلاً فيك. أهلاً فيك ناصر. أهلاً. اسمح لي أنا أعمل مقدمتي هلأ. تفضل. أنا بعملها. هاي الحلقة مش تحت هوا، هاي على الهوا. هاي كلها على الهوا. موسيقي بدأ كمرتي موسيقي بدأ مشواره الفني في عمر 10 سنوات. تابع بعد ذلك فعلا بجهد وإصرار، وأيضا مهم عند الموسيقي يكون في عنده رؤية. هو بصراحة كان في عنده رؤية. تلمذ على مجموعة من الأساتذة، أساتذة العود في الأردن. الآن هو يعمل على إن شاء الله على إنهاء دراسته، دراسات العليا في الموسيقى، إنهاء الماجستير. وطبعا إن شاء الله كما عرفنا أنه بيستعد لإطلاق ألبوم جديد موسيقي. طارق الجندي الرائع صاحب الأنامل الرائعة على العود، أهلا وسهلا فيك. نورتونا في حلوة يا دنيا. تسلم يا رب. أهلا فيكم. صراحة أنا اليوم كتير مبسوطة أنه أنتوا معانا بحلوة يا دنيا، لأنه هذا شرف كتير كبير لإلنا، خصوصا أنه يعني الحمد لله أنا هيك صحت لي فرصة أنه شفتكم عم تلعبوا لايف أكتر بأكتر من كونسرت. وعن جد دائما بكون كتير فخورة أنه أنتوا أردنيين. تسلم. ويعني هاي رسالة كتير، الرسالة الموسيقية كتير والفنية كتير مهمة. رفعتوا راسنا مؤخرا بأذربيجان. سمعت والله. صح. مبروك الجائزه. نبدا بالجائزه. هي كان اسمها جائزه المقام الدولي الثالث، يعني اردنيين موسيقيين في اذربيجان حصلوا على جائزه عالميه اللي هم انتم. نسمع منك. هي جائزه مهرجان موسيقى المقام الدولي الثالث. يعني مهرجان المقام الدولي بيصير كل سنه في اذربيجان، بيجمعوا مجموعه كتير كبيرة من الفرق بالعالم. السنة كان في 15 دولة، 26 فرقة موجودين بتنافس كتير كبير. احنا تعتبر دولة ناشئة في الموسيقى، احنا مش دولة ذات تاريخ مثل الهند وتركيا وموسيقى المنطقة هديك اذربيجان واوزبكستان. صراحة كانت منافسة كتير شديدة، ما كناش متوقعين هذا النجاح بالبداية، لانه انت بتروح بتلاقي العازفين الهنود، يعني كلنا بنعرف عن الهنود، كلنا بنعرف عن الأتراك، كلنا بنعرف عن المغاربة، عن الهيستوري تبعهم، التاريخ تبعهم. بلشت المسابقة شوي بمزحة بيني وبين طارق، انه نروح شو بدنا نروح نساوي؟ بنروح نعمل البروجرام اللي عم نعمله هلا اللي هو السي دي تبع طارق. كان في مراحل في هاي المسابقة. المرحلة الأولى كانت المنافسة بين كل المجموعات اللي موجودة، يعني بين ال 15 دولة. والله وفقنا في المرحلة الأولى، اللي احنا فعليا ما كنا عارفين انه في مرحلة تانية. فاحنا كل اللي قدمناه، كل اللي محضرينه في للمسابقة قدمناه في المرحلة الأولى، بعدين قالوا لنا انتم تأهلتوا للمرحلة الثانية ولازم تعملوا بروجرام جديد. فكان عندنا 8 ساعات انه نعمل هالشغلة الجديدة. طارق قضى منهم 6 ساعات وهو عم بتمرن، وانا بعدين لحقته وزبطت. طارق شو بتخبرنا عن هالتجربة، وبالاخص عن المعزوفات اللي اخترتوا انكم تعزفوها ضمن مهرجان مقام الدول الثالث؟ هي التجربة لا شك انها تجربة كانت كثير كثير كويسة بالنسبة لنا، لانه فكرة انه بلشنا ننافس على مستوى العالم، هاي بحد ذاتها كانت
إشي بتعب وإشي بخليك تضلك أنت متوتر. نعم. كانت تجربة كتير كويسة، فكرة أنه طلعنا قديش في موسيقى بالعالم من الأجزاء اللي إحنا ما بنعرفها مثل أوزبكستان وطاجكستان والصين والهند، يعني هاي البلاد اللي إحنا مش كتير بحكم المسافات عم نكون عم تكون قريبة منا. فكرة أنه الواحد كمان بيحدد وين هو وصل وشو الشغلات اللي بيشتغل عليها، لأنه الحياة لازم يكون فيها دايماً ديدلاين، الواحد يكون عم بيشتغل يعرف يقيم حاله يرجع توقيت محدد 100%. ففكرة طبعاً لما إحنا أجينا كان الأردن، أنه الأردن شو بدهم يقدموا، كان هذا التساؤل، لأنه هم صار بأول مهرجان، بمهرجان المقام الدولي الأول طلعت فرقة شرق وجابوا جائزة كمان، بس لسه الأردن بهديك المناطق ما كان كتير معروف بهذا الموضوع. القطع اللي قدمناها إحنا هي كانت تقريباً 10 قطع، 8 من مؤلفاتي، قطعتين واحد قدمنا لهم قطع لواحد أذربيجاني، إحنا كنا نفاجئهم كمان في الموضوع، وقدمنا لهم قطعة لمؤلف أردني اسمه عبد الرزاق الطباسي اللي هو أحد أساتذتي، اللي أنا كمان هو هدف إنه إشهار المؤلفين الموسيقيين الأردنيين أو نعم. إظهارهم، يعني هذا كمان من إحدى المشاريع اللي إحنا بنشتغل عليها بالإضافة لإني أنا بعزف المؤلفات اللي أنا بشتغل عليها. نعم. حلو. حكيتوا ما بعرف حكيتوا شوية على موضوع تنوع الموسيقى وخصوصية الموسيقى في بعض المناطق. نعم. بعض الدول اللي عندها تاريخ موسيقي كبير. مزبوط. ما بعرف يعني لعبتوا في الموسيقى اللي قدمتوها اللي ألفتوها، أنا بعرف اسمها رقصة الصباح. يعني هل كان فيها يعني شيء من الأردن؟ مزبوط. يعني يمكن موسيقيا في الأردن إحنا ما نضاهي زي ما حكيت يا ناصر، بس عندنا البترة، عندنا الأنباط، عندنا البحر الميت، عندنا البحر عن جد. يعني خلينا شوي نكون، هلا خليني اقول شيء. هلا رقصة الصباح كانت هي اخر مقطوعه تقدمت في المسابقه، يعني هي القطعه الاخيره اللي احنا خلصنا فيها المسابقه، لكن البرنامج كان مبني زي ما قال طارق على مؤلفات طارق كاتبها، مستوحيها طبعا من مجموعه من التيم او من الالحان اللي موجوده في المنطقه عندنا في البلد في الاردن. يعني نعم. يعني اول قطعه احنا بلشنا فيها اللي هي ترحال، أول اللي هي وسط البلد، سوري وسط البلد اللي استوحيناه، انا كتبت استيحاء من بعض الثيمات الشعبيه الموجوده في الاردن. يعني مثلا ويلي محلاها البنت الريفيه. أيوة جدلي. أيوة. بالنهايه ما احنا عشان نتميز هناك كان لازم ننقل تراثنا 100%، فاحنا كان لازم نفرجيهم هويتنا وبصمتنا. يعني أيوة. احنا حتى اللي حاولنا نعمله هناك مش انا هذا قصدي كان طبعا 100%. يعني هلا مثلا رقصة الصباح، انا برقصة الصباح انا مستخدم ثيمة سورية اللي هي هزي هزي محرمتك، رأس رأس الصبايا اللي بتعرف جماعات الصبح. أيوة أيوة. كيف البنات كانوا يجتمعوا مثلا، فهزي هزي محرمتك، وكيف مثلا بصيروا يرقصوا. الله. هاي اللي هيك بالضبط صح؟ أنا ما بعرف. أيوة أيوة. فهي يعني حاولنا بأكثر من شغلة، حتى مثلا قطعة الترحال اللي هي راح تحمل اسم السي دي الجاي، قطعة الترحال لأنه هي كمان كانت مستوحاة من 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 موسيقى مغربية ومن إيقاعات أمازيغية ومن من هذيك المنطقة، فإحنا اللي حاولنا ننقل بعض الخصوصيات اللي موجودة بمنطقتنا العربية إحنا ونفرجيهم إياها. يعني حاولنا أن نكون أبعد ما يكون عن التقليد، لأن نفرجيهم شو في عنا من موسيقى، لأنه فعليا هذا اللي بيبهرهم. لأنه أنت لما بتشوف مثلا منطقة تركيا ومنطقة أذربيجان واتصالهم في بعض، فإذا طلعت أنا عزفت مثلا شرقي أقرب للأتراك، الأتراك موجودين. أقرب مثلا لشرق آسيا كلهم موجودين، بس إذا بدك تعزف بدك تعزف من هويتك، من بلدك لأنه هم رح يتفاق بالضبط. حلو. وهذا الصراحة أظن اللي أبهرهم. يعني آخر تعليق كان لرئيس لجنة التحكيم بعد ما عزفنا، وكان يعرب برضو عم بيعزف طبعا. بس خلصنا، أجا رئيس لجنة التحكيم بيسلم علي بيقول لي جوردن is a very serious country. إنه إحنا متفاجئين بما معناه إنه قديش أنتوا جديين وقديش في موسيقى وقديش هذا الإشي موجود. ف الصورة اللي انعكست عن التراث أو المخزون اللحني اللي موجود عندنا في المنطقة أو عندنا في البلد برضه كان إشي كتير كويس إنه انتقل لأذربيجان وانتقل للحضارات اللي موجودة بهذيك المكان. بعدين أنا سمعت ناصر إنه أنت يعني وصلك إطراء من أحد الحكام بالمهرجان أحمد الميسري. أحمد مسرلي. أحمد مسرلي هو أهم عازف يعني إيقاع. موجود إيقاع في العالم بالوقت الحالي. هو الماستر، هو عمره حوالي 60-70 سنة، وهو اخترع أو هو طور تقنية في العزف على الآلات الإيقاعية. هذا الزلمة بكل بساطة بعد المسابقة أجا بيقول لي أنا
بما معناه بتابعك على اليوتيوب وعلى هاي الأشياء، أنا بشوف إنك أنت شخص متطور، وأنا بهمني إنه لقدام إذا في أي مشروع أنا بالنسبة إلي أنا بهمني إنك أنت تكون معي شريك في هذا الموضوع. هذا شيء كثير رائع. بالضبط، هاي شهادة يعني الحمد لله، كانت إشي كويسة. نتمنى لكم يعني التوفيق.